حط معتز ابني في دماغه. طالع اتعفرت اكتر لما هو كتب عليها ابني ما عطلوش خوانا. ابني فين؟ ابني فين؟ لقيته مدفون في الرمل. حد موجود على الشط لقيت طالع من الرمل. ضربه الاول طعنات راح جاي برخامه وراح خبطه بيها على دماغه. الجاني كان وصل للقسم بيعمل بلاغ حد ضربه. حسبي الله ونعم الوكيل يا رب ان هو ده اللي حلش. شايل الهم اكتر من طريقها نفسه. عارفه ان هي مشايلاه مشاكلها وهمومها. كان واحد عنده 50 سنه. يحضن ويبص فيا زي ما يكون قلبه حاسس. مثل بيه بطريقه بشعه جدا. نزلت بكاميرا التفاصيل في العجمي بيطاش اسكندريه. نزلت علشان خاطر معتز. معتز شاب 25 سنه. الحقيقه هي جريمه قتل. الشاب اللي اتقتل فيها ده اللي هو معتز. خريج كليه هندسه. يدوب خارج بقى يشق طريقه ويبتدي ويعيش. فجاه معتز اتقتل. يوصل الخبر لامه انه لاقي الجثه مدفونه في الرمل على البحر. الموضوع بيبقى صعب جدا على الاهل على الام الاخوات قرايب اصعب. تعالوا نسمع الحكايه بادق التفاصيل ونعزي اهل معتز على صدى بلدته. صعب لما بلاقي أم بتقول أنا فقدت ابني وابني اتغدر بيه واتقتل. ليه؟ لأن دايما بيبقى كل أب وأم بيربوه بتعبوا جدا جدا ودوا مدارس ويراعوا ويكبروا عشان في الآخر يجي ياخد ثمرة تعبه دي. يجي حد يحرمه منها لأي سبب كان بقى لأي سبب كان ياخده كده ويحرمه منها كده بتبقى صعبة جدا. قلبي عندك وربنا يصبرك. معتز كان كام سنة؟ أنا هيقفل 25 شهر 11. إيه اللي حصل؟ والله كان في واحدة جارة في مشينا كانت جاية ساكنة جار حجيز. كان جوزها دايما في مشاكل معاها بتستنجد بالجيران ومن ضمنهم ابني. وجت بعد كده طلبت منه الطلاق وسابت البيت ومشيت. بقت والدتها تتصل بينا تتصل بمعتز وبالجيران بيطاردها في كل حته. فكان معتز من مين اللي بيطاردها؟ طالق جوزها. اه وجي طلقها وبقت كل ما تروح مكان يروح يطاردها فيه. فكان ابني واصحابه كده والجيران كانوا بيروحوا كانت تقول لهم ده واقف على باب الشقه هيكسر عليها باب الشقه الحقوها انجدوها. فبقى يروح يقف معاها وقفت جدعانه ووقفت شهامه هو واصحابه. وجي بعد كده بقى حط معتز ابني في دماغه. بدا بقى مع التهديدات بعد ما طلقها. ووالدتها تتصل يا معتز خد لها معلش شقه ايجار حديث عشان هي مطلقه ما فيش حد هيرضى يعني يسكنها يسكنها وهي لوحدها. فكان ابني يروح يمضي العقد بتاع الشقه اللي هي هتسكن فيها. وفي الاخر عشان كلام يعني كلام كده فكتب عليها جوزها؟ كتب عليها عمل كتب كتاب عليها. جه طالعها اتعفرت اكتر لما هو كتب عليها بقى يبعت لي تهديدات على ابني. ما حذرتوش؟ حذرته والله. كلمته بقى يقول يا ماما قدريها زي اخشي. لدرجه انه كان عايز يجيبها تعيش معانا في البيت عشان يحاجي عليها. قلت له ما ينفعش يا ابني. فهو طبعا كان بيتصرف بقلبه مش بعقله. وبدا بقى طالقها يحاربنا
لحد ما حصل اللي حصل. قبلها بثلاث ايام ابني جه حكالي، قال لي ماما ضربني، اتصل بيا وخدني على البحر، قال لي انا مخنوق معتز وزهقان عايز اقعد معاك، احط الجيره في الصداقه. فراح ابني بس الوقت طليقها ده حمسه عليك عشان انا والساده المشاهدين نفهم، طليقها ده تواصل معاه هو شخصيا؟ تواصل معاه هو شخصيا، بس هو كان بيكلم ناس في الشارع البيت القديم دوروا لي على معتز وهديكم 10,000 جنيه عايز يوصل لابني. فجه هو بقى ما عرفش يوصل لابني، فراح متصل بمعتز. هو مش عارف معتز فين ليه؟ مش عارف مكانه فين، لان احنا عزلنا هنا في البيتاش، كان السكن القديم في الهانوبيل. يعني حضرتك نقلتي؟ نقلت. الاخر هو راح متصل بمعتز، قال لي يا معتز انا زهقان ومخنوق وعايز اقعد اتكلم معاه. فراح ابني، فهو يعني قابله وخدوا يعني كان على البحر برضه. معتز عامل له ازاي؟ هو ما يعرفش بقى، ما عطاش خوانه ابني. ابني ما عطاش خوانه. فقعد معاه وقال لي قعدنا مع بعض وحضني وبسني وخلاص واحنا جيران وبتاع كده يعني. بعدها بقى بكام يوم اتفاجئت بقى ان هو راح له في الكافيتيريا اللي كان قاعد عليها، كانت خالته مكلمه 1:30 بالليل عشان كان فرح ابنها عايزاه يجيب له عربيه. الساعه 2:15 طبعا في ناس جابوا لنا الفيديوهات من على الكاميرا ان راح رامي ده اخده بالمكنه، اداله وسلم عليه قدام المكنه، أخذ ورا منه وراح داخل بيه مكان الحادثة. أنا طبعا ابني من الساعة 1 من الفجر برن عليه ما بيردش، تليفونه مفتوح ما بيردش. أنا قلقت، على 11:30 نزلت عشان أشوف المكان اللي هو بيقعد فيه، فبقيت تايهة. جالي بقى تليفون من الجيران في الهانوفيل يقولوا لي ده رامي ضرب معتز وراح القسم. طب ابني فين؟ ابني فين؟ اللي يقول لي شوفي في الاسم، اللي يقول لي شوفي في البيتاش، واللي يقول لي شوفي في الهانوفيل. بقيت عمال الف عليه. وفي الاخر لقيته مدفون في الرمله ومغطينه، ما رضيش يخليني اشوفه. يعني انتي اللي قعدتي تدوري عليه؟ قعدت ادور عليه من الاسم، الجيران يقولوا لي لا انا في البيتاش، الحادثه حصلت في البيتاش، اروح البيتاش يقولوا لي لا في الهانوفيل. بقيت عماله اصرخ في الشارع، طب ابني فين؟ ابني فين؟ فين؟ لما اتوصلوا له اصحابه بقى قالوا لي وصفوا لي المكان وكلموا سواق التنايه لحد ما وصلني، لقيت 2 أمناء شرطة عايزين مغطيينه بحاجة، مرضوش حتى يخليني أشوف. هو اللي قتله مقبوض عليه؟ مقبوض عليه حضرتك. طب هو حفر له في الرملة ازاي؟ حفر له في الرملة معرفش، بيقولوا حفر له في الرملة وحطه وحط عليه الرملة وضربه برخامة، ضربه الأول طعنات عند ناحية الشمال عند بطنه الشمال والسلاح فلت منه، راح جاي برخامة وراح خبطه بيها على دماغه، راح دفنه في الرملة وحطت عليه الحجر. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل يا رب، إن هو ده اللي حلتي. كان سنة دي أنا وأخته، هو ده اللي عندي معتز ابني. والده متوفي؟ والده متوفي، هو في تالتة إعدادي، سايبولي وهو في تالتة إعدادي، مربي أحسن تربية ومعلمها احسن تعليم ومدارس خاصه، ما قصرتش معاها في حاجه، كل الناس تشهد بشهاده معتز وتبته واخلاقه، يخدم الغريب قبل القريب. طيب ايه اللي خلى الراجل ده يوصله لوقت الشاب زي ده؟ كان عايزه يطلقها، كان عايزه يطلقها وهي مش عايزه ترجع له، كانت بتتحامى في ابني، كانت بتتحمى امها، كانت تتصل بمعتز ما تسيبهاش يا معتز خليك معايا يا معتز، لحد ما كتب كتابه عليها عشان يحميها، لدرجه اني قال لماما نجيبها تعيش معانا هنا في البيت مع اختي
عشان نحاجي عليها. قلت له يا ابني ما ينفعش، هتعرضنا لطليقها يجي يبهدلنا في البيت، ما ينفعش. قبل الواقعة دي قلت لها سبت الشقة هناك خالص؟ اه. سبتيها عشان تحافظي على بيتك وولادك؟ على بيتي وولادي. ايوه ايوه. المفروض الشقة اللي احنا فيها دي انت بتوضبيها لابني. لابني موضبها له، بعت اللي في الهالوفيل ودي كنت اخدها على عظم وصرفت عليها اللي حضرتك شايفاه ده عشان يتجوز فيه. طب لما قعدوا مع بعض واتكلموا قبل الواقعة دي اللي بثلاث ايام، حضرتك ما قلتيش الراجل ده يغدر بيك؟ حسيتيش؟ وانا قلت له خلي بالك يا معتز. ما جه حكى لي بقى قال لي، قلت له خلي بالك يا ابني كان ممكن يعمل فيك حاجه. قال لي لا ده سلم عليا وبسني وحضني واحنا اصحاب يا معتز وجيره وكده. ابني ما كانش عايش الخوانه، ممكن يكون بقى المره الثانيه بقى شوف الثاني بقى كان محضر ايه ولا مجهز ايه، الله اعلم. ما هددوش؟ كان بيبعت لي انا تليفونات وبعت لي رسالة على التليفون، مبروك عليك النسب الجديد، أبوها في السجن ومعرفش أمها إيه وأختها إيه، ونعمة التربية يحرق دم. لدرجة ابني من كتر ما أنا بقى خوفي عليها، ويا معتز بلاش، يا معتز رامي بيتصل بيها هدد، يا معتز عمل له بلوك لمدة 3 أيام. لما عمل له بلوك في الثلاث ايام دولت، رامي لما كان بيجي يهدد كنت بحاول ان انا ايه اهديه، يقول له هطلقها لك، مين هطلقها لك يا رامي، بس هي مش عايزه ترجع لك. يقول لي بس ابعديه وانا هحاول يعني انا هخليها ترجع. ففي الثلاث ايام دولت ما عرفش يوصل لي رامي، فانا ما عرفتش تفكيره كان بيفكر ازاي. فيوم الحادثه لما نزلت السوق، لما جيت السوق برن عليه الفجر وما بيردش، قلت لاخته اعملي لي فكي لي الحظر بتاع رامي ليكون اتصل بيه واساله على اخوكي، اخوكي الجرز ما بيردش، استحاله انه ما يردش عليا. ففكيت لي الحظر بتاع رامي فكان غير متاح. قلت لها اكيد اخد اخوكي في حته عمل في اخوكي حاجه. والاخر جات لي تليفونات باللي حصل. طب ابعت لحضرتك بقى رسالة يقول لك فيها ايه؟ مره كان بيقول لي اتصل بيا بيقول لي عرفيني مكان الشقه بتاعتها فين، الايجار الحديث عشان خاطر انا اوصل لها، وانت عايزه ابنك يرجع لك وانا اخدها. عرفيني. قلت له يا رامي انت كده ده ابني دلوقتي جوزها على سنه الله ورسوله، هتتعرض له فوق ابني لو حصل له حاجه. ما ينفعش ان انت تقابله، اكيد هيحصل بينكم حاجه. كان بيقول لي خلاص لا انت اتصلي بيه نزليه من البيت وانا هدخل اعمل معاها حاجه مش كويسه وابعت له الفيديو وعشان خاطر يطلقها، ارغمه ان هو يطلقها. قلت له طب انت ازاي، ايه تفكيرك اللي انت بتفكر فيه ده؟ ده طبعا ما ينفعش التفكير بتاعك ده. ازاي انت عايز ترجع لها ومعاك بنتين منها، وازاي عايز تعمل فيها كده وتبعتها له ازاي؟ اصبر يا رامي، اصبر يا رامي، ان شاء الله هتتحل من عند ربنا. اتكلمتي مع مرحوم معتز في الطلاق؟ اتكلمت معاه في الطلاق اه، وقال لي خلاص يا ماما، كان ناوي ان هو خلاص يطلقها. واتفاجئ برامي مره بعت لها بيقول لها وحشيني، فمعتز بيقول له مش عيب ان انت تبعت لها وحشيني وهي لسه على ذمتي. قال له انا بستدرجها بس عشان خاطر لما انت تطلقها ترضى ترجع لي. وكان على طول تهديدات تهديدات تهديدات. وابني بقى في الاخر لما كلمته وكده ولقى نفسه ان هو وقع في وسط يعني كده، فكان موعدني ان هو يطلقها. جاب لي القسايم وقال لي اصبري يا ماما عليا كام يوم وهيجيب لي ورقه الطلاق. وجي حصل اللي حصل قبل ما يطلقها. ادعو على اخوانا، ادعو على اخوانا، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. شاب زي الفل مصروف عليه، واللي حلتي قطم وسطي معتز كان سنة فيه. كنت حضرتك واخته تتخيلوا اللي هو هيحصل فيه كده؟ كناش نتخيل انها توصل لكده، كنتش متخيل انها توصل لكده، كنتش متخيل انها توصل لكده. لا وكان بيهدد اه، بس ما كنتش متوقعه ان هو ممكن يعمل حاجه زي كده في معتز. اخ
اخر مره شفتيه قبل الحادثه دي كان امتى؟ كان بقاله 3 ايام قاعد يروح امه في البيت معايا، ما بينزلش، رايح جاي يبص فيا، رايح جاي يبص فيا، بيعضب فيا، اقول له فيها يا معتز، يقول لي انت مش امي، مش انت امي. مالكيش يا ماما، انا قلبي مقبوض. قال لي انا مخنوق، قال لي انا مخنوق. قبل الوفاه بقد ايه بقى؟ 3 ايام. قال لحضرتك انا مخنوق؟ 3 ايام. قال لي انا زهقان ومخنوق يا ابني، في ايه؟ قال لي مفيش حاجه، ويروح له يبص فيا زي ما يكون قلبه حاسس. كنتيش حضرتك بتحذري؟ بالك من نفسك؟ لا انا حذرته، بس هو كان بيتصرف بعقله، بقلبه ما كانش بيتصرف بعقله. قال له يا ابني يا حبيبي، يا ابني يا حبيبي، طالعها مش هيسيبنا. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. حضرتك ما عرفتيش الجوازه؟ لان هي واحده مطلقه ومعها بنتين، لا اجتماعيا ولا ثقافيا ولا ادبيا، يعني ما ينفع، ما كانش ينفع. انا ابني، انا نفسي ان انا افرح بيه واشوفه كده في فرحه واقف جنبه. يعني انت عرضتي الجوازه دي؟ انا عرضت، انا عرضت، بس هو عمل كده عشان يحميه، هو عمل كده عشان يحميه. لدرجة أنا كلمتها وقلت لها يا بنتي ما تعرضيش ابني لطليقك، ابني ذنبه إيه؟ ابني ذنبه إيه؟ مش عايزة ترجعي له، ما ترجعيلوش، بس بعيدي عن ابني. مش كل حاجة تليفونات، الحق يا معتز، روح يا معتز، تعالى يا معتز. قالت لحضرتك إيه؟ قالت لي طب انا هعمل ايه؟ معلش انا يعني معتز جدع معايا وشهم معايا وانا ماليش حد. مامتها طبعا مش من النوع اللي بتشيل يعني بنتها او كده، فكانت مصدره له. حصل اللي حصل وراح ابني، راح بعد ما وقف شهامه، راح ضعيف، بطلب حق ابني، عايزه حق ابني. انا عارفه ان قضاء مصر قضاء عادل، عشان انا ابني ما يروحش كده. انا ابني محترم ومؤدب وما عملش حاجه وحشه، ابني خدم واحده بقلبه بشهامه وبرجوله، ما تبقاش اخرته، ما تبقاش اخرته انه يتقتل كده بالطريقه دي البشعه دي. الله يرحمك، الله يرحمك يا ابني، الله يرحمك. هقول ايه؟ الله يرحمه ويغفر له ويسامحه. لما قال لك يا ماما انا مخنوق، ما قلتوش مخنوق من ايه وسمعتي؟ لا ما انا عارفه ان هي مشايلاه مشاكلها وهمومها، انا عارفه ان ابني كان مش عايش سنه، ابني كان عايش في سن الاربعينات وخمسينات سنه، انها شايلته همها وهم طليقها. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، مش هقول اكتر من كده. حضرتك اتواصلتي معاها بعد وفاه معتز مع زوجته؟ انا اتصلت بيها يوم الحادثه، قلت لها معتز ابني فين؟ عندك؟ قالت لي لا مش عندي. هي ما كانتش تعرف. ففاجئت بيها انا واقفه في المكان اللي هو بيقعد فيه، كان بيقعد في محل سيارات، تاجير سيارات مع صاحبه. فنزلت عشان اشوفه، ساعات كان بيبيت كده على الكنبه هناك، كنبه الانتري عنده. فقلت ابص كده، لقيت المكتب مقفول، لقيتها هي معديه داخله ناحيه البحر، دخلت ما طلعتش، فما اعرفش دخلت بقى عرفت بالجريمه ومشيت ولا عملت ايه، مش عارفه. بعدها انت كلمتيها؟ لا بعدها ما كلمتهاش تاني، بعدها انا بقيت تايهه. جالي تليفون من جيراني في الهانوفيل، بيقولوا لي لا ده ابنك مضروب، برامي راح القسم يسلم نفسه. طب ابني فين؟ يقولوا لي في اللي تشوفيه في القسم، روح القسم واسال. اروح عند القسم يجي لي تليفون يقولوا لي لا ده في البطاش، اروح البطاش ويقولوا لي لا في الهانوفيل. فضلت عماله الف على ابني من 11 ونص لحد الساعه 3 على بال ما وصلت له. الله يرحمك.
اسيبه، انا بطلب القضاء العادل ان هو يجيب لي حق ابني عشان ده ما يرضاش حد، ما يرضيش حد. هو واقف واقف شهامه، ما عملش حاجه غلط. ان شاء الله حقه يرجع، ان شاء الله حقه يرجع. حد موجود على الشط لا يجيب طالع من المطبخ بلغ. ضربوا الاول طعنات، راح جاي برخامه وراح خبطوا بيها على دماغه. الجاني كان وصل للاسم بيعمل بلاغ، حد ضربه. حسبي الله ونعم الوكيل يا رب، ان هو ده اللي حلت. شايل الهم اكتر من طريقها نفسه، عارفه ان هي مشايله مشاكلها وهمومها كان واحد عنده 50 سنه. قلبي عندكوا، الله يرحمه ويغفر له. الله يبارك. الجوازه دي فضلت قد ايه؟ هو كتب كتابه عليها من يمكن حوالي كام شهر. شهور. طليقها بقى في الفتره الاخيره دي كان بيحاول عايز يعرف السكن بتاعهم فين. هو كان ممكن يقابل معتز في اي وقت، لكن هو عايز يعرف السكن اللي معتز مقعدها فيه. طبعا كان صعب، يعني مامته كانت بتخاف. حتى مامته نصحته لما قال لها انا هروح اديني العنوان وانا هروح ومعتز مش موجود، قعدت تقول له طب وليه يا رامي كده، دي ام مهما كان ام بناتك، مهما كان دي ام بناتك، وازاي تعمل كده وعايز ترجع لها. حتى معتز نفسه في الفتره الاخيره كلنا كنا بنكلمه، يا معتز المشوار ده ما يليقش بينا، والوسط ده مش بتاعنا، ودي كلها مشاكل. احنا شايفينه قدام مننا معتز زي الكيان الإرادة معاه، كيان بيتآكل، مش بس مصلوب الإرادة، بيتآكل ذهنه وتفكيره حاجة أكبر من سنه، كأنه واحد عنده 50 سنة. يعني أعتقد إنه كان معتز شايل الهم أكتر من طليقها نفسه اللي عنده منها بنتين. كان فعلا بيتحرك زي مامته ما قالت من قلبه، والشهامة واخداه. كان بيتصرف بقلبه مش بعقله. جن جنونه ان هو عرف ان هو اتجوز رسمي زوجته السابقة. قلت له ما ينفعش يا ابني، رايح جاي يبوس فيا. دايما بيبقى ورا كل حدث بيقدم بقى، تبقى فيه اوراق ومذكرات وحكاوي وشهود. فتعالوا نسمع كده لما الراجل ده جه خد معتز الله يرحمه، في شهود شهدوا بده، هو اعترف قال ايه. ندخل كده ونسمع هو عمل كده ليه. نورني ومشرفني حضرتك المحامي المعتز الله يرحمه. الله يرحمه. هو أكيد يتسأل في النيابة؟ الجاني اللي هو اللي يتسأل طبعا في النيابة. الموضوع طبعا غريب، مش طبيعي إنه يحصل حتى بالتسلسل ده، بس هي الأقدار بتاعت ربنا. يعني لأن الجاني كان بيحاول يوصل لمعتز من فترة كبيرة، وطبعا جن جنونه إنه عرف إنه اتجوز رسمي زوجته السابقة، وقدر ان هو يدخل ناس حاول يقابله او يوصل له، فقدر يدخل ناس يعني ان احنا نبقى يعني كويسين ونحل مشاكلنا. فقابله مقابله قبل الوفاه بكام يوم، ثلاث ايام تقريبا، واعتقد يعني كان برضو بيخطط فيها، لكن كان الوقت بدري شويه. ايا كان، فحاول المحاوله الثانيه طبعا كان معتز استريح له، اتصل بيه كان قاعد مع اصحابه، حتى اخر حد من صحابه سابه، فقال له انا احل يعني مشاكل عائليه كده واحلها وما فيش مشكله. قال له اجي معاك. قال له لا مش محتاج. فجي القاتل اخده معاه وطلع اختار مكان نائي ما فيش حد بيبقى موجود فيه تقريبا، وكان وقت متاخر طبعا بعد منتصف الليل بحوالي ساعه او اكتر، وارتكب الجريمه محدش شاف حاجه. اكتشفوا الجريمه الصبح، حد موجود على الشط لقى ايد طالعه من الرمله بلغ. الجاني كان وصل للاسم بيعمل بلاغ ان هو حد ضربه،
معور نفسه. فمين اللي ضربك؟ قال لهم الاسم. الاسم كان اتبلغ بيه ان ده توفى على الشط. فهنا المباحث طبعا ربطت الموضوع ببعضه وراحوا اكتشفوا. هو راح يقدم بلاغ؟ بلاغ في معتز ان هو عوره. ايوه. فكان اللي حصل بقى واللي هو حكاية والتحيات اللي حصلت ان هو خده في المكان دوت على شاطئ البحر وانتهز فرصة. كان جاي السكينة حاول ان هو يقتله بيها مرة اثنين ثلاثة، الايد بتاعت السكينة اتكسرت والسلاح فضل معاه. فدور على حجر كبير تقريبا هو يا رخامة وفضل يضرب فيه على دماغه لحد ما هشمها تماما. طبعا كان في حته وما حفرش يعني حسب الاقوال برضو بتاعته كان مكان منخفض شويه، نزل عليه شويه رمل وشويه حجر دراه وبعد كده راح بقى نظف نفسه وراح القسم الصبح يبلغ ان هو حد ضربه يعني. فاكتشفت الجريمه بالطريقه دي. بيقولوا لي ان هو ضرب كسر دماغه تماما او ما لقيتش مكان تبوس ابنها. تقرير الطب الشرعي هيطلع صعب جدا يعني هو مش سبق اصرار بس ده مثل بيه بطريقه بشعه جدا. ما اعتقدش ان ده يكون انسان طبيعي يعني، انما حالته الاجراميه طاغيه عليه جدا. مش شايف ان هو سبب حتى لو جوز زوجته السابقه ايا كان ما يكونش هو ده المصير يعني. حط معتز ابني في دماغه طالعها اتعفرت اكتر لما هو كتب عليها ابني ما عطلوش خوانه. ابني فين؟ ابني فين؟ طلعته مدفون في الرمله. حد موجود على الشط لقى ايد طالعه من الرمله. ضربه الاول طعنات راح جاي برخامه وراح خبطه بيها على دماغه. الجاني كان وصل للاسم بيعمل بلاغ حد ضربه. حسبي الله ونعم الوكيل يا رب ان هو ده اللي حلش. شايل الهم اكتر من طليقها نفسه، عارفه ان هي مشايله مشاكلها وهمومها كانه واحد عنده 50 سنه. يحضن ويبص فيا زي ما يكون قلبه حاسس. مثل بيه بطريقه بشعه جدا.